موقع العرب. العرب هم سكان الجزيرة العربية، والجزيرة العربية تعني الصحاري والقفار والأرض الجافة التي لا ماء فيها ولا نبات. والجزيرة العربية يحدها غربا البحر الأحمر وشبه الجزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء من بلاد العراق، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند. ومن أهمية الجزيرة العربية أن الأجانب من الفرس والروم لم يحتلوها لأنها محاطة بصحاري ورمال، وعاش العرب أحرارا في شؤونهم. ومن أهميتها أيضا أنها تقع بين القارات المعروفة قديما، وهي أفريقيا وأوروبا وآسيا، وبسبب ذلك فهي مركز لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون.